بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض السيشنز بتاعت السي بلس بلس. هنتكلم النهارده عن حاجه جديده، ازاي انده فانكشن بحاجه مش كامله فيها. يعني ايه؟ شايفين كده احنا لما نيجي نعمل فانكشن زي اللي مكتوبه قدامنا دي، فانكشن دي وظيفتها ان هي تعمل جمع الرقمين. كل اللي عملناه ان احنا قلنا انت سم، ده نوعها، فيها انت اكس وانت واي، وخليناها تعمل ريتيرن للاكس بلس واي. هو انا ينفع اعمل ريتيرن للعمليه الحسابيه؟ ما العمليه الحسابيه دي الناتج بتاعها ايه؟ ما هو فاريبل واحد بس. بدل ما كنت عرفت فاريبل اسمه اس وبعد كده اس دوت عملت له ريتيرن، لا انا اختصرت الموضوع في ان انا عملت ريتيرن للعمليه الحسابيه دي، تمام. وجينا هنا في المين قلنا له سي اوت السم بتاع الان واحد والان اتنين. طب افرض انا ما عنديش ان اتنين وعايز اعمل سم لان واحد مع 100، كنت هحتاج اعمل كده كوما 100، صح؟ طب ان اتنين مع 100، ان تلاته مع 100، ان اربعه مع 100، يبقى الميه دي ثابته عندي، المية دي ثابتة عندي. في واحد هيجي يقول لي اروح اعمل كده سي اوت ريتيرن الاكس بلس 100. طب انا مش عايز اخليها بالمنظر دوت، انا عايزها بفاريبل علشان وقت اما اغير المية دي الرقم تاني يبقى سهل عليا ان اغيرها. عايزها مرة تبقى بمية ومرة تبقى بان واحد مع ان اتنين. يعني في حالة ان انا ما قلتلوش الرقم التاني اللي انا هجمع عليه اخليها بمية. هعمل حاجة اسمها الديفولت فاليو. يعني ايه ديفولت فاليو؟ ان انا احط قيمة افتراضية للواي دي. طب الواي دي هتساوي ايه؟ هتساوي 100. طب في حاله ان انا بعت له ان واحد بس زي ما احنا بعتين كده دلوقتي هيحسب لي ال100. طب هقول له سي اوت سم لخمسة كومة تلاتة. ادي اتنين كول علشان نشوف الفرق ما بينهم، اند اللاين علشان خاطر الدنيا تبقى واضحه معانا. هنعمل ران. اول مره هيطلب مني ان ادخل له الان واحد، انا هدخلها بتلاتة. اول ناتج طلع لي 103، تاني ناتج طلع لي 8. طب ال 8 دي جت منين؟ 5 زائد 3. يعني انا في حاله ان انا ما بعتلوش البارامتر هياخد الديفولت فاليو اللي موجوده عنده هنا. طب لو بعت البارامتر هياخد البارامتر، يبقى ال 100 دي مش هيستخدمها او القيمه الافتراضيه دي مش هيستخدمها غير في حاله واحده، ان انا ما بعتلوش قيمه ثانيه، بعت له قيمه وما بعتلوش الباقي. طب ينفع اكتر من ديفولت فاليو جوه الفانكشن؟ ينفع اكتر من واحده، بس في الحاله دي هتغير معايا على حسب الحاجات اللي انا ببعتها. افرض عندي اربع حاجات ببعتهم، خمس حاجات ببعتهم، ست حاجات ببعتهم، اديت ثلاثة منهم ديفولت وجيت ندهت بالثلاثه التانيين، اديت ثلاثة منهم ديفولت وندهت باربعه، هياخد اول اربعه والاثنين التانيين هياخدهم بالديفولت، تمام. اتمنى اكون افدتكم في الدرس السريع دوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.